كلام مش لطيف على الهواء يعني، ممكن يقول لك كلام ايه يعني ده حد يديك جامد زكى نجم. طب بص خليني اقول لك على حاجه، انا مش عارف سعد هيعرف صوتي ولا لا، بس خلينا نقول ان انا يعني يمكن من احسن المداخلات اللي عملتها في حياتي معايا احسن باك رايت عدى عليا من وجهه نظر الشخصيه في التاريخ. ربنا يخليك ليا يا عم مصر، ده من احسن المساكين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي اللي هو سعد كبير، اللي هو لو ما عرفش صوتي يا اسلام لحد دلوقتي انا هزعل منه. لا ده هو عم البلد يا عم البلد، ما ينفعش كده عم البلد. ده احنا لسه واقعين في الكابتن وائل بسببك. ازيك يا سعد عامل ايه يا حبيبي؟ ازيك يا كابتن اسلام عامل ايه يا حبيبي؟ وحشنا يا عم مصر والله. الحمد لله كابتن بركات، وحشنا جدا يا كابتن بركات. اولا طبعا يعني خلينا نقول للناس قبل ما تسالوني في اي حاجه، انا طبعا فرحان ان انا عامل مداخله معايا سعد سمير. طبعا كل الناس عارفه ان سعد سمير بالنسبه لي ايه، وان انا حتى ومن هو لعيب صغير طلع وسطنا، يمكن انا كنت اكتر واحد بحتضنه وكنت اكتر واحد بحبه، ولحد دلوقتي انا يعني اما لو حد اتصل بيا دلوقتي قال لي تعالى انت عندك برنامج مع سعد سمير حط عجل. يعني من حبي في سعد فعلا بحب سعد جدا على المستوى الشخصي، سواء كلاعب كوره او كانسان بره الملعب خالص. وفي نفس الوقت يا كابتن اسلام يعني انت اكيد عارف يعني الحياه والعشره اللي ما بيننا واحنا عيال صغيرين، يعني مش محتاج ان انا اتكلم عشان بص كلها عارفاها يعني. لا يا نجم انا وانت ده احنا هيبقى لنا حلقه لوحدنا كده نتكلم فيها عن حاجات كتيره قوي. اكيد يا كابتن بقول لك ايه، على فكره الكلام ده غصب عنك لانك انت جبت عماد متعب وجبت وائل جمعه، فانت غصب عنك هتعمل حلقه معايا غصب عنك. طب امتى يا نجم؟ خلينا على الهوا اهو، قول لي امتى يا كوتا. هو عايز يقفل بالتقيل يا كوتا، هو عايز يقفل بالتقيل. لا 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 بقول لك ايه، لا استنى، لا اسلام الشاطر يعني بص اسلام الشاطر عمل لقاء مع عماد متعب وعمل مع وائل جمعه وكنا مستمتعين بيه. طب يا نجم قبل بس ما تبقى مستمتعين اسمع بس استنى اسمع لا بس لا لا يعني كمل بقى. بقى اسلام الشاطر مع محمد بركات ده وضع تاني خالص بقى. في اسرار غرف واسرار غرفه رقم 507 محدش يعرفها غير انا واسلام اصلا. هتبقى قصه كبيره جدا. ما هو الرئيس بيجي بيطلع في اخر مشهد كنت. يا نجم وحشنا ووحش جمهور النادي الاهلي طبعا، لكن دائما تظل في قلوب كل جماهير النادي الاهلي الحقيقه اي حد بيقابلني. طيب بص، مش انت اتفرجت على جمعه وعلى وائل جمعه على جمعه وعلى عماد متعب؟ طبعا. الحلقه كان نصها على مين بذمتك؟ على بركات. طيب يا نجم يعني عمرك ما بتتنسي وعمرك دايما موجود معانا. سعد سمير وانا بكلمه قال لي بص يا كابتن احنا عايزين بركات باي طريقه، قلت له هنجيب بركات، وهو قام مكلمك. بركات يعني احنا اتكلمنا على بركات في الاول طبعا، احنا اتكلمنا عنك برضو، احنا بقالنا مثلا ساعه تقريبا دلوقتي احنا اتكلمنا عنك ساعه ل 10 دقائق مثلا. لا بركات انا زي ما بقول لحضرتك اسطوره من اساطير الكره المصريه، اسطوره لن تتكرر، مفيش محمد بركات تاني في مصر. انسى ده، هو مش عشان موجود على التليفون هو يعلم تماما طبعًا. الحمد لله يعني، وده انا غير ان هو نجم واسطوره، هو انا بعتبره اخويا الكبير فعلا، من الناس اللي احتضنتني من وانا صغير، بحبه حب غير طبيعي، هو عارف كده كويس. بس بركات احسن 10 لعيبه جم في تاريخ مصر، هو في المقدمه، هو من الناس. طب ايه سعد 10 ليه؟ طب بس خليهم ثلاثه. ايوه ما احنا بنقول ال 10 في المقدمه يعني في اول ثلاثه. لا طبعا بص يا كابتن اسلام، قول لي يا نجم. انا سعد يعني انا عايز اقول لك ان يعني سعد يعلم طبعا، وهو يقول لك الكلام دوت من اول ما طلع هو ناشئ في سينا. انا قلت له يا سعد انت مكانك موجود ومكانك محفوظ ولازم تشد، وانت يعني وضع طبيعي ان احنا ما نحط سرد باكين، فاحنا بنقول سعد سمير وممكن نقول اي حد معاه تاني. مظبوط. وهو يقول لك الكلام ده اذا كنت انا قلته له ولا لا. حصل يا كابتن. قاله يا نجم في البدايه. احنا شفنا فيه احنا شفنا فيه موهبه يا كابتن اسلام، احنا شفنا فيه موهبه وحسينا ان ده لا ده مدافع ممكن يكون هو اللي خليفه وائل جمعه. انت عارف وائل جمعه كان بالنسبه لنا ايه؟ طبعا طبعا. احنا شفنا سعد سمير
ان هو خليفه وائل جمعه، وان هو يلعب ولازم يكون متواجد حتى في الاوقات اللي هو كان بيبقى موجود فيها احتياطي. احنا شايفين ان هو كان ليه حق ان هو يبقى تواجد في التشكيل الاساسي، وقعد وصبر واتمرن واجتهد لحد ما بقى موجود في تشكيله النادي الاهلي وفرض نفسه على تشكيله النادي الاهلي. فده طبعا ده حاجه تتحسب له، وانا يعني انا بتمنى له ان هو يرجع. طبعا سعد عدى على اصابات كتير الفتره الاخرانيه، بعد فترات كبيره الفتره الاخرانيه، بس سعد انا بقول لك لا غنى عنه في دفاع النادي الاهلي. انا ما بقول فيه اثنين سردباكين موجودين في النادي الاهلي لحد دلوقتي، بقول لك سعد واي حد يبقى موجود معاه في دفاع النادي الاهلي يا كابتن اسلام. يعني ده كلام اعتقد سعد طبعا. برضو بالنسبه لك لما نجم كبير زي محمد بركات وواحد من اساطير كره القدم المصريه سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب او مع اي نادي الحقيقه هو لعب فيه، دايما بيسيب اثر كبير جدا. اعتقد ان ده كلام مهم جدا يا سعد. يعني هو زي ما هو قال، هو قالها لي من زمان من وانا صغير، قال لي هتبقى مدافع النادي الاهلي وهتبقى لعيب اساسي في النادي الاهلي. وكان ساعتها ان محمد بركات يقول لي كده، انا بقول لحضرتك انا ممكن اروح ما نمتش من الفرحه. في الاول وفي الاخر هو محمد بركات، فانت بتاخد كلام من قيمه كبيره جدا. احنا دلوقتي اي حد بيقول عنك كلمه ولا بيكتب عنك كلمه سواء حلوه او وحشه بتتفاعل معاها، فبالك ده محمد بركات، يعني ناس من اللي بتكلم الكوره. فان شاء الله باذن الفتره الجايه الواحد يرجع من الاصابه، وان شاء الله يبقى عند حسن ظن الكابتن بركات. ويعني ما فيش كلام اقدر اقول يعني ده الكلام الجد يا سعد. عايزين بقى مش هقدر اقول كلام. فكرنا بشويه ذكريات مع النجم. لا ده احلى ذكريات، ده احلى ذكريات، ده الدلع كله والرجوله كلها بقى والحنيه. بس ما بيجيبش هدايا، خلي بالك. لا بيجيب لحبايبه برضه، بيجيب للقريبين منه. اصل هو الكابتن بركات صعب اي حد يقرب منه. مش اي حد يقرب منه، اي حد يعرفه كويس. هو له طقوس معينه في حياته، فانت ما تحاولش بقى تتزاكى وتنغص عليه حياته يعني. هو حبك وبلعك، بس انت كده الدنيا مشيت كويس. حلو قوي. ما حبكش وبتبعد عنه بقى وريحه يعني. عشان ممكن يقول لك كلام وحش. مش كلام بس يعني. ايه زي ايه؟ احكي لنا. لا هو 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 كاريزما طبعا صعب تتكرر يعني. يا كابتن اسلام، قول لي يا كابتن محمد، مش عارف انت ممشيها يا كابتن، بس ماشي يا كابتن محمد، قول لي يا كابتن محمد. لا يا كابتن، لا بص دلوقتي خلينا احنا مشينا رسمي. خلينا رسمي ماشي. انت دلوقتي انت عارفني من زمان وعارف شخصيتي. يعني انت اكثر واحد في الدنيا عارف ان انا يعني ايه، انت عارف ان انا ما عنديش صداقات كتير، يعني مش اجتماعي. طبعا انطوائي. حد ان انا اقول يعني اخش حياته ويخش حياتي وبتاع، يعني انا عندي اثنين ثلاثه اصحاب وانتهى الموضوع على كده. مظبوط. سعد، لا سعد، سعد انا بني ادم، سعد انا بني ادم، انا بحبه. بحبه من زمان. فانا نفسي سعد دوت يكون احسن واحد في الدنيا. ربنا يخليك يا كابتن. سعد قعد فتره من الفترات كان موجود، وكنت انا مبسوط بيه، وكنت يعني مفتخر ان الراجل دوت طلع، وان انا كنت واحد من الناس اللي انا محتضنه. سعد بقى له فتره بعد. انا دلوقتي انا بنصحه، يا سعد شد يا سعد عن نفسك شويه، الفتره الجايه عايزه جد، علشان فعلا الفتره الجايه عايزه رجاله. وانت عارف يا كابتن اسلام احنا المنافسه كانت السنه اللي فاتت شديده، والسنه الجديده هتبقى اشد. فاحنا محتاجين لكل حد في النادي الاهلي ان احنا كله يقف، ان احنا دلوقتي نبقى جامدين، وان احنا نعلي من شأننا، ان احنا نبقى اجمد حاجه، وان احنا نعمل احسن من السنه اللي فاتت علشان نبسط جمهورنا. انت عارف يا كابتن اسلام احنا طول عمرنا سياستنا ان احنا عايزين الجمهور بتاعنا يبقى راضي عنا. مظبوط.